أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي للإرهاب بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية الأدميرال جون ريتشاردسون رئيس العمليات البحرية الأمريكية والوفد المرافق، حيث نوه سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت إلى مستويات متقدمة في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين لما له من أثر طيب على الشعبين الصديقين.